تقول في بعض الأحيان الإنسان يكون مستعجل يلبس جلابية أو التوب الملفحة أو العباية بالقلبة، فهل تؤثر في صحة الصلاة؟ طبعا الصلاة من شروط صحتها ستر العورة وليس قلب الثوب أو اللبس بالعديل، ستر العورة هذه من شروط صحة الصلاة. نعم، بمعنى أنه لو انكشفت العورة، عورة الإنسان معروف عورة المرأة ما هي وعورة الرجل ما هي، نعم، لو انكشفت الصلاة تكون باطلة ليس صحيحة. فلذلك الإنسان مطالب بستر عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة في الصلاة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند الجمهور داخلا في العورة، داخلات في العورة ما عدا عند الحنفية. لكن طبعا الصحيح حتى دليل الحنفية هو حجة عليهم، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا طويلا، يعني يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها. فهو في الأخير الجمهور اللي هو أدخل قدمين كذلك من العورة. فإذا كان المرأة لبست ثوبا وهذا الثوب يغطي عورتها ما أمر الله، نعم، وأصبحت الآن ساترة للعورة، الصلاة تكون صحيحة. نعم، الصلاة تكون صحيحة بشرط أن يكون بشروط الستر المعروفة، يعني يكون طويل، يكون تخين، ما يكون كذا وهكذا، وقس على ذلك. هناك مسألة طبعا في قلب الثوب، من السنة أن الزول يقلب ثوبه في صلاة الاستسقاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هنا دي من السنة أنك تقلب ثوبك، تلبسه بالقلبة، بالقلبة بالقلبة. لكن اختلف العلماء في ما هو قلب الثوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حول رداءه، قلبه النبي صلى الله عليه وسلم قلبه كيف؟ هل قلبه لبسه من جوا ولا قلبه عمل اليمين يمين والشمال شمال؟ نعم. لكن طبعا دي مشكلة عندنا عند السودانيين، لو قلب اليمين شمال والشمال يمين عند السودانيين لم تجي، لأنه الناس اللي بلبسوا جلابية خليك فطس يفتح تعريفة أنت هاي. يعني دي شايف دي عندها قدامه يمين، لأنه دي عندها بجاي، ولو قلبتها كده بتلقى ظهر جلابية، شنو ظهر جلابية؟ نعم. بيختلف من القدام حيمشي ورا والورا حيجي قدام، هنا ظاهر انك انت قلبتها. لكن من تجي مثلا تلبس الجلابيه حقت خانيك فطز دي، تعريفها انت اي نعم، يسمى جلابيه الانصاريه دي، صحيح، اللي لابسها بقدام ورا كل واحد فيها واحد كل واحد تلبسها باي اتجاه انت شئت. نعم. القلب هنا فيكون بعد ذاك القلب معناها تلبس اليدين تحت كرعينك وترفع لفوق تربطك. لذلك الفقهاء اجتهدوا في تفسير لماذا النبي عليه الصلاه والسلام قلب رداءه في صلاه الاستسقاء. قالوا بعضهم قال هذا تيمنا بتحول الحال، نعم، من حال القحط والجدب إلى حال الرخاء ونزول المطر، هكذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.